مما لا شك فيه أن الكثير من المطربين مهما كانت جنسيتهم يتمنون الغناء بالاشتراك مع مطربين مشهورين، وهذا أمر طبيعي، ولكن الغريب أن تتمنى مطربة إسرائيلية لغناء مع مطربة عربية. هذا ما تتمناه المغنية الإسرائيلية سريت حداد، فهي تأمل بالغناء مع المطربة العربية ليانا حداد. Do you love me? Do you need me? Do you want me?